اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ميد نايت. انا اندرو ميل، وهنشرح عن ماده الفسيولوجي السوبرا رينال او الادرينال جلاند. الحلقه دي بعنوان دكتور هاوس. طبعا ده مكان او دي صوره الادرينال جلاند. زي ما احنا شايفين هي جزئين المنورين دول في الصوره، وبيعملوا كابنج او تغطيه للسوبيريور بول اوف ذا كيدني. من جمل دكتور هاوس المشهوره: You have a mind, use it. انت عندك مخ، استخدمه. تمام. هنحل شوية مسائل رياضية كده سريعة كده في 3 دقايق او في دقيقتين كمان، عشان نصحصح مخنا شوية. كل مسألة هتشوفها ممكن توقف الفيديو وتحلها. اول مسألة الحل بتاعها، تاني مسألة وده الحل بتاعها، تالت مسألة وده الحل بتاعها. تمام. انت لو حليت كل المسائل دي صح فانت بالتأكيد راجل محترم، وعلى قدر لذيذ من الذكاء وعلى قدر لذيذ من السرعة لو حليتها بسرعة. واكيد ان انت حاسس دلوقتي ان انت خلاص بقى دكتور هاوس بقى واذكى اذكياء العالم وكل الكلام ده. واكيد انت بالفعل الشخص ده، يعني ثق في نفسك، يعني دي حاجة كويسة. هنتكلم عن السوبرا رينال او الادرينال جلاند، المحاضرة اللي هنتكلم عنها النهاردة صغيرة جدا نسبيا يعني بالنسبة لبقية المحاضرات، فهتكون سريعة جدا ان شاء الله، وهتفهمه كويس جدا. مبدئيا الادريال جلاندز هما 2 بيعملوا كابنج او تغطية للسوبيريور بول اوف ذا كيدني. تمام. بتتكون من ايه الجلاند دي؟ بتتكون من مظلة وكورتكس. الكورتكس هي القشرة بتاعة الجلاند، ودي بتكون بنسبة كبيرة جدا مقارنة بالمظلة. يعني اغلب الجلاند بتبقى كورتكس، والمظلة هي الجزء اللي في النص، وبتبقى نسبة قليلة من الجلاند. تمام. قال لك ان المظلة دي مرتبطة من الناحية الوظيفية بالسمباثيك نيرفس سيستم. اما بيحصل ستيميليشن للسمباثيك نيرفس سيستم، بيحصل ستيميليشن للمظلة وبتفرز الادرينالين والنور ادرينالين. قال لك كمان المظلة بقى هي اللي هنتكلم عنها النهاردة. الموديفايد هي موديفايد سمباثيك جانجليون. الموديفايد سمباثيك جانجليون يعني هي كانت سمباثيك جانجليون عاديه بس حصل فيها اختلاف. الطبيعي ان في الجانجليون او سمباثيك جانجليون بيبقى فيه بري جانجليونيك فايبرز، يعني اعصاب ما قبل العقده دي او الجانجليون دي، واعصاب بوست جانجليونيك فايبرز اعصاب ما بعد العقده دي. هنا هو بيقول لك ان البوست جانجليونيك فايبرز دي تحولت وتغير شكلها واصبحت خلايا بتفرز الادرينالين والنور ادرينالين، واصبح اسمها كرومافين سيلز. كرومافين سيلز دي بيحصل فيها ايه؟ بتفرز ان هي بتفرز 90% من افرازها ادرينالين و10% من افرازها نور ادرينالين. بيقول لك ان عن طريق الاستيميليشن بتاع السمباثيتك نيرفس سيستم، حته معينه اسمها سبيشال سنتر اوف مودلا اوبلانجاتا بيطلع ستيمولس يوديه عن طريق سبلانكينك نيرف. السبلانكينك نيرف يوديه للبري جانجليونيك فايبرز. البري جانجليونيك فايبرز يطلع اساتيل كولين. الاساتيل كولين المفروض يروح للبوست جانجليونيك فايبرز اللي تحورت واصبحت ايه، كروموفين سيلز، تروح مطلعه السكريشن بتاعها اللي احنا شايفينه. ده احساسك طبعا بعد ما انا قلت الكلام ده، اللي هو انت بتقول ايه؟ تمام، يعني هتفهم قدام، يعني تابع معايا. الاكشنز اوف كاتيكولامين. كاتيكولامينز ده اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه. ايه الاكشنز بتاعهم؟ الاكشنز بتاعتهم 10. انا قسمتهم 1 للميتابوليزم، وخمسة حاجات تبع البلد، واربعة حاجات تبع الفايت اند فلايت اللي هو الهروب والحاجه اللي هي الطرقه اللي انت عايز تجري بقى وتنجو بحياتك او تتعارك او كده. اول حاجه الميتابوليزم. قال لك ان الكاتيكولامينز بيزودوا الميتابوليك ريت والاكسجين كونسومشن، وبالتالي بيزودوا الهيت برودكشن، يعني بيزودوا حراره الجسم. بعد كده هندخل في الحاجات المتعلقه بالبلد، هما 5. قال لك الكاتيكولامينز بيزودوا الجلايكوجينوليسيس ان ليفر، يعني بيكسروا الجلايكوجين عشان يتحول لجلوكوز في الليفر، وبالتالي بيزودوا نسبه الجلوكوز في الدم. كمان هما بيعملوا موبيلايزيشن للفري فاتي اسيد اوف اديبوز تيشو، يعني بيحاولوا يطلعوا الفري فاتي اسيد اللي موجود في الاديبوز تيشو النسيج الدهني، ويطلعوه على البلاد والاي سي اف اللي هو الاكسترا سيلولر فلويد، فبالتالي يزودوا التركيز بتاعه في البلاد. تالت حاجه بيزودوا الهارت ريت والفورس بتاعه الهارت، وبالتالي بيزودوا البلاد بريشر سيستوليك او دايستوليك. رابع حاجه بيعملوا فازو كونستريكشن على الرينال بلاد فيسلز، يعني بيضيقوا او بيقفلوا البلاد فيسلز الاوعيه الدمويه الموجوده في الكيدني، وبالتالي بيقللوا كميه اليورين اللي طالع.
خامس حاجة بيعملوا splenic contraction. السبلين ده مكان هو اللي بتصنع فيه الدم، يعني الحاجات اللي بتصنع فيها الدم هي والبون مارو والحاجات دي، فبيعمل له بيعصر السبلين، وبالتالي بيفضي كده كأنه سفنجة وبيعصرها، فبيفضي الدم بتاعه في السيركيوليشن فيزود كمية الدم، وبالتالي برضو بيزود الكفاءة بتاعة السيركيليشن ويزود ضغط الدم في الجسم. ندخل على الأربع حاجات بتوع الفايت اند فلايت ريسبونس. قال لك أولا بيزود الريت اند ديبث اوف ريسبيريشن، بيزود الريت اند ديبث اوف ريسبيريشن يعني بيخليك تتنفس أسرع، والتنفس بتاعك يبقى الإفيشنسي بتاعه أعلى والكفاءة بتاعته أعلى وعمق التنفس أعلى، عن طريق حاجتين: دايركتلي بصفة مباشرة إن هو بيأثر على الريسبيراتوري سنتر، وده سنتر موجود في المخ. indirectly بيقول لك ان بسبب الهيت برودكشن اللي انت بتعمله، اللي هو بيحصل بسبب الميتابوليك ريت العالي والاوتو كونسومشن، انت طلعت هيت فبيحصل برونكو دايليشن، فبالتالي عن طريق ان انت حصل لك برونكو دايليشن وعن طريق الاستيميوس اللي حصل في الريسبيراتوري سنتر بيزيد الريت والديبس بتاع الريسبيريشن بتاعك، وبالتالي بيبقى في كفاءة تنفس اعلى وقدرة اعلى على تحمل المجهود، وبيقلل لك ايه او بيأخر لك التعب بتاعك من المجهود ده. بعد كده نتكلم على ان هو بيعمل لك بوتنشيشن لسكيلتال مسل اند ليف فاتيج، يعني بيزود قدرة التحمل بتاعت العضلات الهيكلية بتاعتك ويأخر التعب بتاعها. رابع حاجة بيزود لك النيرفس سيستم اكتيفيتي اند الترنس، يزود التركيز بتاع الجهاز العصبي بتاعك، يزود النشاط بتاع الجهاز العصبي بتاعك، بيزود الفيجوال فيلد. يعني نفترض ان انت دلوقتي لو بتجري من اسد، محتاج الاربع حاجات دول. محتاج اولا ان انت الريسبيريشن بتاعك هيتغير تماما، انت لو انت نايم مش زي ما انت بتجري من اسد، الريت هيتغير والدبس هيتغير، هتلاقي نفسك بتنفس بسرعه جدا وبتتنفس بقوه جامده جدا عشان تكفي الاحتياج بتاعك من الاكسجين. عشان ايه؟ عشان سكلت المسلز بتاعتك اللي عماله تجري وبتجري باسرع ما عندك، ومع ذلك مع انك مش متعود انك تجري بالكم ده، لكن هتلاقي ان انت لسه ما تعبتش عشان في خوف، في ستيميليشن جامد للادرينالين، لانه الادرينالين بيطلع الطاقه الكامنه جوه جسمك، واخد بالك؟ هتلاقي نفسك لو كنت نايم والاسد ده جه صحاك كده فجاه وانت قمت مفزوع وكده والكلام ده وطلعت تجري، حصل اكتيفيشن فظيع والترنس فظيع في النيرفس سيستم بعد ما انت كنت نايم، ولو ايه بالذي جه صحاك، لو ابوك ضربك على قفاك مش هتصحى اصلا، لكن لما جه الاسد قمت طلعت تجري، يعني نطيت بسرعه جدا. الفيجوال فيلد بتاعتك بقت اعلى جامد جدا، وانت ماشي كده في الشارع او انت لسه صاحي من النوم او ايا يكن، بتبقى اللي هو مش مركز، يعني ممكن تشوف مثلا صاحبك معدي من جنبك مثلا، او مين واقف جنبك وما تركز. لكن في حالة الخطر زي دي، التركيز في الفيجن وفي كل النيرفس سيستم بيزيد جدا، لدرجة ان انت بتشوف حتى اوسع من مجال الرؤية الطبيعية بشوية. يعني انا حاسس برضو، انا حاسس بنفس الاحساس ده بعد ما سمعت نفسي بقول الكلام ده الحقيقة. كنترول اوف سكريشن، السكريشن بتاع الادرينال المضلة في الطبيعي وفي البيزل كونديشنز وفي وقت الراحة بيبقى قليل جدا. ليه؟ لان هو متعلق بالسمباثاتيك اكتيفيتي، ففي الحالة الطبيعية احنا مش محتاجين السمباثاتيك اكتيفيتي قوي ان هو ديسشارج من الادرينال المضلة، لكن في الامرجنسي زي ما احنا قلنا، لو بيجري وراك اسد، لو انت في حالة خطر، لو مثلا ايه، لو انت في عركة، لو انت في سبق، لو انت في سقعة شديدة جدا، اي حاجة بتنشط السمباثيتك نيرفس سيستم تنشط الادرينال المضلة. فبالتالي بيقول لك ان التنشيط ده بيحصل ازاي. المضلة اوبلانجاتا سبيشال سنتر، يعني المركز الخاص بتنشيط الادرينال المضلة اللي موجود في حتة في المخ اسمها مضلة اوبلانجاتا، بيبعت ستيمولس للسبلانكينج نيرف، بيبعت الستيمولس للادرينال المضلة، فتروح مطلعة السكريشن بتاعنا اللي هو الادرينالين والنور ادرينالين. بيقول لك ان السكريشن ده اسينشال فور بودي تو ستاند ستريس، يعني مهم جدا الادرينالين والنور ادرينالين للجسم عشان يتحملوا الضغط الصعب، زي ايه؟ زي الماسكولار اكسرسايز والهيموراج النزيف والهايبوجلايسيميا، قله الجلوكوز في الجسم وفي الدم والسقعه الشديده. ديس اوردرز اوف ادرينال مضله،
المشاكل اللي بتحصل في الادرينال المضله، يا اما ديفيشنسي يا اما اكسس. بيقول لك ان الديفيشنسي الحقيقه ان الادرينال المضله لو ما كانتش موجوده اصلا فهي مش مشكله قوي للجسم. ليه؟ لان عندك بقيه السمباثيك نيرفس سيستم بيأدي نفس الشغلانه وبيطلع الادرينالين والنور ادرينالين، فبالتالي ما فيش اي سندروم او اي اعراض بتنتج من الانسفيشنسي او عدم كفاءه الادرينال المضله. لكن الاكسس قال لك الاكسس ده فيتال. تخيل كده ان كل الاكشنز بتاعت الكوتوكولامينز اللي احنا قلناها زادت، ومنهم كذا اكشن بيعلي البلد بريشر، ومنهم كذا كذا اكشن بيشتغل على الميتابوليزم وعلى الريسبيريشن، كل حاجه في الجسم زادت. فده انت ممكن تتحمله لو انت بتجري شويه، لو انت في مشكله دلوقتي، لو يعني حاجه مؤقته، لكن ان انت تعيش بيه بشكل طويل ده هيبقى حاجة مميتة بالنسبة لجسمك، لأن الأعضاء بتاعتك وجسمك مش هيستحمل كل ده. فزي ما بنقول الإكسس فيتال لأنه بيسبب أريزميا، عدم انتظام ضربات القلب، وهاي انكريز ان بلاد بريشر، فيري هاي انكريز ان بلاد بريشر بكذا طريقة، زي ما قلنا عن طريق إن هو بيأثر على البلاد فيسلز بتاعت بقية الأورجنز بتاعت بقية الجسم، عن طريق إن هو بيزود البلاد اللي داخل، إن هو بيعصر السبلين، عن طريق ان هو بيقفل البلاد فيسلز بتاعه اللي اسمها ايه دي الكدني، عن طريق ان هو بيزود الهارت كونتراكشن والهارت ريت، الهارت فورس والهارت ريت، فكل ده بيزود البلاد بريشر. طب ده بيعمل ايه؟ بيندوس كارديك فيلير. اما دلوقتي البلاد بريشر عالي جدا، لو احنا فاكرين يعني من موديول الكارديو، اما البلاد بريشر عالي جدا فالقلب مش قادر يطلع الدم عكس القوه اللي بره دي، كأن في حاجز كبير والقلب مش عارف يصده، والقلب مش عارف يكسره ويعدي الدم من القلب للأوعية الدموية، بالتالي يحصل فشل للقلب. وكمان بريسبتيتس سيريبرال هيموراج، الأوعية الدموية بتاعة المخ من الأوعية الدموية الرقيقة شوية، فبالتالي لو حصل زيادة عالية في البلاد بريشر بالذات في المخ، هتلاقي إن الأوعية دي الدموية دي الأوعية الدموية دي أو الكابيلاريز الصغيرة دي ممكن تنفجر ويحصل نزيف داخلي جوه المخ. اخر حاجه هنقولها الفيوكروموسايتوما، ومعناه ان في تيومر في الادرينال المضله. طب التيومر في الادرينال المضله ده هيسبب لي ايه؟ هيسبب لي زياده الافراز. تمام، زياده الافراز دي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي زي ما احنا قلنا، يزيد البلود بريشر، يحصل مشاكل في الكارديو في القلب، يحصل مشاكل في الميتابوليزم. اول حاجه في البلود بريشر هيعمل هايبر تنشن، هيزود الضغط زياده جدا، وده ممكن يبقى سستين هايبر تنشن او ابسودك هايبر تنشن، يعني اما على طول الضغط زياده او بيزيد في الازمات بس، في الباروكسيسمز بس. تاني حاجة أو حاجتين في بعض، الكارديو قال لك الكارديو بيعمل تاكي كارديو، يزود معدل ضربات القلب ويعمل بالبيتيشن، الإحساس اللي هو خفقان القلب. الميتابوليزم بيعمل حاجتين، بيزود البيزل ميتابوليك ريت، بيحرق كتير قوي 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 قوي، ويعمل هايبر جلايسيميا لان هو بيطلع سكر كتير قوي في الدم، بان هو يعمل جلايكوجينولوسيس، بان هو بقى يعني سام هاو، يعني مثلا ممكن يكون بيزود الامتصاص او ايا يعني يكون، بس هو بيشتغل ان ايه، يبقى فيه سكر عالي جدا في الدم عشان سكيلتال ماسلز بتاعتك وعشان البرين وعشان الموقف المفروض ان هو صعب اللي انت فيه. بس كده، هي كده الحلقة خلصت أخيرا. أحب أقول لك يعني إن كليتنا لذيذة جدا بس طريقها طويل، فخلي دايما جنبك صحابك، خلي دايما ناس قريبة منك تحاول تشجعك، تحاول تشد من أزرك يعني، وبلاش تسمع للناس اللي هي ممكن تكفرك في عيشتك يعني، وتخليك مش طايق الكلية ولا طايق حتى إن أنت تذاكر خالص. بس شكرا.